جرب حظك. الفارس الاول اللي هنسمعه في جرب حظك النهارده ده الشاعر العاطفي الاستاذ احمد رامي. قول لي استاذ رامي انت سنك كم سنه دلوقتي؟ 65. 63. 63. طيب باستمرار بيسموك شاعر الشباب، والحقيقه الواحد بيحس ان شعرك لغايه دلوقتي بينبض بالشباب، فتقدر تفسر لنا الظاهره دي ازاي؟ يبقى الواحد يعني شيخ او في سن الشيخوخه وفي الوقت نفسه قلبه في سن الشباب؟ كهل من فضلك. كهل؟ اه الحقيقه ان الشيخوخه دي جامده شويه مش كده؟ الشيخوخه من سن كام؟ 70 تقريبا. اه طيب استاذ رامي فسر لنا بقى مساله الشباب والكهوله. احنا ما نعرفش ابدا الفكر او القلب يشيب ابدا. كل الانسان ما عاش كل ما نضج وكل ما احساسه زاد وكل ما ارى اكتر وفهم اكتر، فاذا لم يعبر عن عواطفه هو نفسه فلا اقل من ان يعبر عن عواطف الناس. يعني افهم من كده انك انت ساعات في اغانيك العاطفيه بتصور عواطف الناس مش عواطف انت شخصيه؟ لا، الشعر حاجتين يا استاذ طارق. ايوه. اما ان ينضح من نفسك واما ان ينعكس عليك مما ترى او تسمع او تشاهد. ايوه. فاحنا شعراء مش كل حاجه بنقولها بتبقى بتاعتنا احنا. ايوه. بتبقى بتاعه النفس البشريه، القلب البشري نفسه. طيب اظن ده كان باين في شعرك في حكايه فضلت اعيش بقلوب الناس. ايوه. مش كده؟ بالطبع دي بقى حالة خاصة الواحد شعر فيها بأنه محروم من العطف فأصبح يتمسح في المعطوف عليهم. لغاية يعني ما روى نفسه بشيء من الرضا. وبعدين بقى يا ولدي لقى نفسه لايس. طيب أستاذ رامي، في ناس بيقولوا على الخيام انه فيلسوف متصوف، ناس تانيين بيقولوا انه فيلسوف انحلالي مثلا. لا، الخيام رجل مؤمن ايمان صادق، وكان يؤدي الصلوات ويحج، وكان يجلس مع الغزالي وينزل الملوك منزله كبيره قوي. ورجل فلكي كبير، لان نفس النتيجه الايرانيه، التقويم الايراني نفسه اللي عامله الخيام. فده رجل له مكانته من هذه الناحيه. إنما بقى ما ظهر في شعره من الحيرة في فهم الكون ومن السؤال عن الخفي من كل الأمور، دي حاجة بتنتاب كل العظماء وخصوصا أهل الفكر. أي. والرجل نفسه كانت يعني نزواته تقريبا بيقولها، ما كانش يخبيها. فالرجل نفسه كان ساعات يبقى محتار، يروح متكلم في الحيرة، يأسى على شيء فاته أو فات حد من أحبابه، وكان دايما يعبر عن عدم الاهتمام بالحياة بإشرب اطرب، يعني دي زي كانت لازمة عنده وبيصورها من هذه الناحية. إنما كونه هو رجل عرف عنه إنه يعني شرب الخمر للدرجة مثلا إن يكون مستهتر أو بتاع أو إباحي، ما فيش أبدا، ما فيش في تاريخه حاجة من دي. وفي بعض مواقف تسمع يعني رباعيها أو تقرأها مثلا تجد فيها صورة من صور الكاس نفسها، وحاجة تانية تبص تلاقيها بعيدة عن الخمرة خالص المعروفة المشروبة. طب مناسبة رمضان نقدر نسمع حاجة من شعر الخيام في التصوف اللي يؤيد وجهة النظر اللي بتقول ان هو شاعر متصوف مؤمن؟ وعندك اهم الرباعيات اللي نقيناها في الاخر دي اللي بتغنيها السيدة ام كلثوم دول، وفي غيرهم كتير يعني. من ضمن الحاجات اللي فيها يعني كل شيء تقريبا تمجيد للذات العلية وكلام في مسألة الإيمان هو حياته والعودة. طبعا انتهت بالتوبة. هو في آخر عمره مش حياته انتهت بالتوبة، هو في الحقيقة ما حدش عارف انه ما كانش تايب قبل ما يموت يعني، انما نعرف عنه انه في اخريات يعني اوقاته في لما شعر بدنو الاجل نفسه يعني توضى وصلى وجاب كتاب الشفاء لابن سينا.
وبعدين قلب فيه شوية وأرى في الفصل اللي هو بيتكلم عن الواحد والكثير يعني في التوحيد، وبعدين الرجل نفسه طوى الكتاب وقال الجملة المشهورة جدا اللي قالها قبل ما يتوفى، وهي: اللهم إني عرفتك على مبلغ إمكاني فاغفر لي، فإن معرفتي إياك وسيلتي إليك. فكأنه هو كان عايز يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسئلة الكثيرة من الأصل، وبعدين توفي نفسه. طب أنت فاكر بعض النصوص باللغة الفارسية يا أستاذ رامي؟ نحاول ناخد فكرة يعني. عندك المطلع المشهور الأولاني ده بتاع سمعت صوتا هاتفا في السحر. شوف، لأجل أنك تعرف يعني الصلة برضو بين الفارسي وبين العربي، صح أقوله لك، بيقول آمد سحري يعني سحرا، ندى يعني نداء صوت، زماي خانيما كي رند رابا تي ديفا نيما. برخيز كبر كنيم بيمان زمي زون بيش كبر كنند بيمان يما. ده يعني ايه بقى استاذ رامي؟ ده سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كاس المنى قبل ان تملأ كاس العمر كف القدر. جميل. طيب استاذ رامي، انت مهتم قوي بالشعر الغنائي طبعا، واحنا كمان مهتمين قوي باغانينا، ايه رايك في اغانينا دلوقتي؟ رطرطت قوي. طبعا انا بتكلم دلوقتي من حيث المعاني، من حيث تاليف الغناء. بالطبع، من حيث كله، من حيث بيز. يعني ما تقدمتش مين؟ والله يا استاذ دلوقتي كل ما من امكنه انه يوزن ويعمل اوافي بيخش في هذا الميدان، مع ان دي حاجه جامده قوي، عايزه صبر وعايزه تسبيك وعايزه احساس ودلوقتي اول ما الواحد من دول هم يعمل قطعه وقطعتين يبقى يدور على الاذاعه وعلى المغني وعلى التسجيل وعلى الفيلم، مع ان احنا زمان كنا نشرمط شعر 5 سنين 6 سنين. لكن دلوقتي متعجلين قوي، وفيهم ناس ما يصحش انهم كمان يكتبوا، لان بيخش دخلاء. النهارده مثلا انا كان علي اني ابص في بعض اوراق، يعني مسابقه لاختيار قطعه عن القرض الوطني. فقريت في 6 7 ورقات كاتبين القرض بالدال. وبعدين قلت دول ناس بقى. وجايين يقدموا اغاني وكاتبين القرض بالدال. بالدال يا استاذ، حاجه جميله. وجاني ديك النهار برضه واحد عمال بيقول له، بقول له ده مش موزون ده، قال لي لا ده مش بخيل وجميل. قلت له يعني هم دول كفايه؟ قال لي ومشينا شويه، وبعدين قلت له ده مش موزون، قال لي ليه؟ ده مش 3 كلمات وده 3 كلمات. بيقيسهم يعني. يعني ده فدول هم لا ولا بيقروش يا استاذ طارق. يعني انا اعتقد ان الزجال ده لازم يقرا شعر، مش ضروري يقرا رجل. الرجل ليه؟ ده صحيح، لانها موسيقى. هو احنا مثلا انا عملت زجل بعد ما طلعت 3 دواوين شعر. طيب اغاني زمان، ايه رايك فيها؟ اذا كان تقصد عن زمان قبل الحرب ديكها كانت احسن من دلوقتي كتير قوي. انما يعني الناس اللي كانوا كويسين، شوقي ليه الله يرحمه، اول يعني ما عمل اغاني لعبد الحمولي مثلا، مصطفى بيه نجيب ابو المرحوم سليمان نجيب، نفس اسماعيل باشا صبري، الشيخ احمد الليسي، الشيخ، دول هم دول كانوا بيقولوا كلام جميل جدا وادوار حلوه وفيها معاني ساميه خالص. طب تقدر تدينا مثال منها يا استاذ رامي؟ كتير كان بيغنيهم الله يرحمه يحسن اليه ابراهيم عثمان، وبيغني منهم دلوقتي ربنا يطول عمر صالح عبد الحي. يعني في الادوار البديعه مثلا عندك يقول له الحب رباني وعلمني الادب وبده ايه، والصبر يحلالي على بعد الارب معرفش ليه، صالح محبك بالوصال احسن هلك واشفق عليه، انت مليك ولا ملك ولا انت ايه.
الله. ده حلو فعلا ورقيقه قوي. اه يعني النوع ده والحاجات بتاع المطر يبكي لحالي دي. المطر يبكي لحالي. وقدك امير الاغصان من غير مكابر. اه ورد خدك سلطان على الازهر. دول هم بقى ادوار يعني اخذت وقتها. وبعدين بقى لما الدنيا تقدمت بقى وجات الحرب الاولى بقى العالميه دي بقى انحططنا بعدها بقى. زي دايما ما بيكون بعد الحروب بيبقى في شيء من الاباحيه والانحلال فغمرنا. وبعدين يا استاذي لما فاتت الطفره ديكها جينا قبل الحرب اللي هي بشويه وصلحنا. وبعدين جات الحرب الاخيره كسعمت الدنيا بخير. بس انا ملاحظ متهيألي ان يعني الاغاني في اغاني حديثه كتير فيها المعاني وفيها الاغاني وفيها الجمال يعني أغاني فيها الاحساس. اه ضروري فيه. انما مش بالنسبه للمطلوبه. ما هو ده اللي انا عايزه. ايوه يعني انا بقول ان دلوقتي كان واجب يكون عندنا ناس كتير كويسين. اه ادي الفكره. يعني انا مش بقول ان عصر العدم، لا لنا زملاء مهمين جدا، انما انا بتكلم في الكتار اللي في النطاق العام يعني. اه طب اجمل حاجه بتحبها ايه في رمضان يا استاذ رامي؟ او ايه التاثيرات الشعريه انت كشاعر اللي بتاخدها من جو رمضان؟ انا احب ليله وخصوصا في اخره. يعني احب الوقت اللي اشوف فيه شروق الفجر واشعر بان الواحد انتقل من الطعام الى الصيام. دي ساعة بتبقى لها روح تانية ولها تجلي عجيب خالص خالص. طيب تذكر مثلا ان الصالون الادبي كان مزدهر في مصر اكتر من دلوقتي. كان فيه صالونات واماكن بيجتمع فيها الادباء والفنانين. مفيش اديب بيجتمع باديب ابدا دلوقتي. اه مفيش. ليه؟ انا اقول لك علشان دلوقتي العمارات الضيقة دي هي والدنيا دي مفيش المناظر البيوت بتاع زمان دي هي والاجتماعات وكل واحد قاعد في بيته وكل واحد بيوم. وكنا نجتمع كمان في نفس المحلات العامه يعني الهاديه. أي. زي كان في لبان مشهور هنا هو عند جنيه الازبكيه. كان في قهوه المتاتيا وكنا نزور بعض. ولما يكون في واحد يسمع عن كاتب شهير ولا حاجه وهو يكون لسه مش شعلق في الادب الجديد يسعى له ويشجعه. وكانت نفس الجرائد بتفسح في اعمدتها علشان ننشر حاجاتنا. وكان في اغنياء بيرعوا الفقراء من الادباء يطبعوا لهم كتبهم. نعم دلوقتي ما فيش تشجيع، ما فيش اجتماعات دي ابدا. طب تفتكر بعض يعني الحوادث اللطيفه اللي حصلت في الصالونات دي او نكت بتروى على الزمن يعني؟ والله احنا كنا يعني اكثر ناس تقريبا يعني عشرتهم انا وحبيت مجلسهم من الندوات دي كانت في حلوان. كان هناك المرحوم حافظ ابراهيم الشاعر القايل. أيوة. والمولحي الشيخ عبد العزيز البشري والمحمد البابلي الاديب القديم. أيوة. تذكر نادرة يعني او حادث او كان عبد العزيز البشري الله يرحمه يحب يقفشته كتير. مره زمان كان رمضان في الشتاء وحافظ قابلنا على راس السلم لابس جلابيه كاستور ضمات انما عريضه او كده وغامقه واقفه كده. قام الشيخ عبد العزيز بشري طالع في السلالم من تحت. اولا السلم نفسه كان حلزوني شويه. فقال له يا حافظ. قال له ايه؟ قال له انا كل ما اجي لك بق ياكلني على الاذان. وبعدين طلع فوق اول ما شاف حافظ واقف في الجلابيه دي قال له انت لابس تحت ايدي حصيره؟ طب استاذ رامي اقول لك لغز شعري كده بسيط نتسلى فيه شويه. واحد يقول الا خبروني اي شيء رايتمه من الطير في ارض الاعاجم والعرب. في ارض الاعاجم والعرب قديم حديث قد بدا وهو حاضر.